قال مصدر فرنسي إن الحكومة ستحل حركة الذئاب الرمادية القومية المتطرفة التركية التي تدعم أردوغان، هذا بالتزامن مع حديث وزير الداخلية الفرنسي عن أن بلاده تعيش في حالة حرب وعن هجمات محتملة في كل مكان بفرنسا. وأضاف دارمانا في حديث تلفزيوني أنه تم استنفار 100,000 شرطي ودركي وجندي لحماية البلاد، وشدد على أنه من غير المقبول ربط الإرهاب بالمهاجرين أو بلون بشرة، مؤكدا أن الإرهاب مرتبط بإيديولوجية متطرفة. وعلى صعيد مكافحة التشدد في فرنسا، أشار وزير الداخلية إلى حل جمعية أخرى ذات توجه سلفي، وقال أيضا أنه سيزور تونس والجزائر هذا الأسبوع لبحث قضايا الأمن.